عاجل، أول رد ناري من الرئيس السيسي بأشد العبارات على ما حدث في العراق منذ قليل، واستهداف رئيس وزراء العراق، ننشر التفاصيل. وعاجل، وكالة تكشف حقيقة أنباء عن تعيين لواء في الجيش خلفا لوزيرة الصحة في مصر. ورغم الساعات الأخيرة لسقوط أبي أحمد، تفاصيل الاستمرار في بناء سد النهضة. وعاجل، السفير البريطاني يفاجئ الجميع، لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب. وتفاصيل مأساوية، قصة كاملة لانهيار سقف مدرسة على رؤوس التلاميذ. وفي مفاجأة كبرى لكل المصريين، مصر تقوم بتسديد ديون بمليارات الدولارات، ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية زي ما متعودين عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. وصلونا لأكثر من 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، أول رد ناري من الرئيس السيسي بأشد العبارات على محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق. و دان الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء العراق مصطفى القاضمي، داعيا الأطراف العراقية للتهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة. كتب الرئيس السيسي على فيسبوك: تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي فجر اليوم، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظها وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه. وأضاف: كما أدعو كافة الأطراف وقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق. من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تعرب بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها القاضمي. أكدت وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره أو ينال من تماسك جبهته الداخلية. شدد البيان على ثقة مصر بأن تلك الأعمال البائسة لن تثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. دعت مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق. في وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرض القاضمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد. مصدر معنا كان من RT. طبعا تسقط أي محاولة آثمة تهدد أي دولة عربية شقيقة أو تهدد أمنه واستقراره أو تحاول أن تغتال الرموز السياسية أو رؤساء الوزراء أو رؤساء الجمهورية للبلدان الشقيقة وصديق. ربنا يحفظ يا رب العراق ويحفظ الشعب العراقي العظيم، ولازم الشعب العراقي يتكاتف من أجل الحفاظ على العراق ويتكاتف ضد المحاولات الآثمة للإيقاع بالعراق. إن شاء الله نشوف العراق عن قريب من أفضل الدول في العالم، ونشوفها بإذن الله مستقرة ومتقدمة بإذن الله، ونشوف إن شاء الله مصر برضو من الدول المتقدمة والعظيمة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، وكالة تكشف حقيقة أنباء عن تعيين لواء في الجيش خلفا لوزيرة الصحة في مصر. قالت وكالة فرانس بريس إن المنشورات التي تتحدث عن تعيين وزير جديد للصحة في مصر خلفا لهالة زايد بعد تعرضها الأزمة القلبية ليست صحيحة حتى الآن. حسب الوكالة الفرنسية، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشور يدعي تعيين ضابط برتبة لواء وزيرا للصحة خلفا لهالة زايد التي أعلنت السلطات تعرضها لأزمة قلبية قبل أيام، والتي يخضع عدد من مسؤولي وزاراتها لتحقيقات لدى السلطات القضائية.
لكن خبر تعيين اللواء وزيرا للصحة ليس صحيحا حتى تاريخ صدور هذا التقرير. وجاء في المنشورات تعيين اللواء الطبيب عاطف إمام وزيرا للصحة، وحصلت المنشورات على آلاف المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر. يأتي ظهور هذا المنشور بعد أيام على إعلام مصادر رسمية في 26 أكتوبر أن هالة زايد أصيبت بعارض صحي في القلب استدعى نقلها إلى المستشفى. وتزامن ذلك مع تحقيقات خضع لها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل بضلوع كبار المسؤولين فيها بقضايا فساد حسب ما أفادت فرانس بريس. وإثر ذلك أصدرت النيابة العامة بيانا طلبت فيه عدم نشر أي معلومات غير موثوقة بهذا الشأن، مكتفية بالحديث عن تحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة فيما نسب إليهم من دون تحديد طبيعة الاتهامات. وفي هذا الأمر ظهر المنشور الذي يدعي تعيين اللواء الطبيب عاطف إمام وزيرا للصحة خلفا لهالة زايد، لكن أي إعلام من هذا القبيل لم يصدر عن السلطات المصرية حتى تاريخ صدور هذا التقرير وفقا لصحيفة مكتب وكالة فرانس بريس في القاهرة. وعلى إثر ظهور شائعة تعيين عاطف إمام وزيرا نفى لوسائل إعلام محلية صحة هذا الخبر قائلا إنه موجود في أمريكا وإن أحدا لم يتصل به لهذه الغاية. مصدر معنا كان من AFP. طبعا يعني عاوز أقول بلاش نشر الشائعات وبلاش نصدق أي حاجة نشرها شخص عادي. يعني إيه؟ هتقول لي طيب لو شخص مثلا صديق ليا نشر خبر هام زي تعيين مثلا لواء في الجيش المصري خلفا لوزيرة الصحة، هقول لك ما تصدقش صاحبك، هقول لك ارجع للمصادر وشوف وكالات الأنباء، شوف وكالات الأخبار العالمية والمحلية بتقول إيه، وعلى ذلك خد يعني أخبارك ومصادرك ومعلوماتك من الجهات الموثوقة والوكالات الموثوقة. بلاش أي حد بشير أي حاجة أو صفحة يعني تحمل أي اسم تنشر أي حاجة وإحنا نصدقها. هذا الأمر يعني خطير جدا على الرأي العام المصري، ومش صح إن إحنا ننشر شائعة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ورغم الساعات الأخيرة لسقوط أبي أحمد تفاصيل الاستمرار في بناء سد النهضة، كشف مصدر مطلع تطورات عملية الإنشاءات في سد النهضة الإثيوبي. أكدت استمرار المياه من الممر الأوسط للسد مع وجود أعمال خرسانية على الجانبين. تواصل إثيوبيا أعمالها في سد النهضة الذي يبنى على النيل الأزرق رغم الحرب الدائرة بين رئيس الوزراء وجيش الإثيوبي من جهة وجبهة تحرير تيجراي وفصائل أخرى معارضة من جهة أخرى منذ ما يقرب من عام، وزادت حدتها بصورة بالغة الخطورة خلال الأيام الأخيرة، ما دفع السلطات الإثيوبية إلى رفع حالة الطوارئ. قال مصدر للقاهرة 24 الممر الأوسط لا يوجد به أي أعمال أو إنشاءات لمرور المياه من أعلاه، لكن هناك أعمال واضحة من خلال صور الأقمار الصناعية وأخرى منشورة حديثة تؤكد وجود أعمال تعالية في الضفتين الغربية والشرقية للسد. أكد المصدر أن هناك تسارعا فعليا بصورة كبيرة في العمل بضفتي السد بصورة عامة لتجهيز السد خاصة الممر الأوسط لأعمال التعالية لاحقا دون عوائق كبيرة، خاصة وأن الممر الأوسط هو جزء منخفض بالسد ويعمل كمفيد حاليا ثم لاحقا يتم تعليته للحجز. وضح أن رفع منسوب الضفتين أكثر ضرورة لضمان حجز المياه واقتصار العمل لاحقا على الممر الأوسط فقط عندما يتم تكثيفه. المصدر أشار إلى استمرار تراجع سعر بحيرة السد بسبب تراجع الفيضان، أكد في الوقت نفسه عدم تشغيل ممرين للاستخدامات أو أول توربين منخفض حتى الآن، لم يتم تشغيل يعني أي ممر أو أي توربين حتى الآن. وذكر المصدر أن هناك 4 أبراج كهربائية عند محطة أول توربينين منخفضين من ضمن تجهيز إجراء تجارب التشغيل للتوربين المنخفض. المصدر معنا كان من القاهرة 24. رغم الحرب ورغم يعني الساعات القليلة القادمة في سقوط أبي أحمد، أبي أحمد ما زال مصرا على بناء سد النهضة واستكمال بناء هذا السد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. بخصوص سد النهضة برضو عاجل، السفير البريطاني يفاجئ الجميع لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب. أكد السفير البريطاني في مصر جاريث بيلي
إن إنجلترا تدرك الأهمية البالغة لملف سد النهضة بالنسبة لمصر والمصريين. لفت إلى تصميم بريطانيا على مساعدة مصر في مجلس الأمن بهذا الملف. وخلال حوار عبر فضائيات أون، أشار جاريث بيلي إلى أن هناك دعما كاملا من بريطانيا خلال مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن، باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية. وقال: كنا مصممين على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضي. أوضح قائلا: دور بريطانيا في قضية سد النهضة هام لما تملكه من نفوذ، ولو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد الإثيوبي فسوف نلبي الطلب. أشار إلى أنه ليس جديد على مصر، فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة في باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة. كشف جاريث بيلي أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرا ليشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، متابعا: لمست أشياء كثيرة مختلفة، بداية من المدن الجديدة ومرورا بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وهذا يعني كان تعليقا أو بيانا من السفير البريطاني لدى القاهرة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى لكل المصريين: مصر تقوم بسداد ديون بمليارات الدولارات، وأعلن البنك المركزي عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 دولار خلال العام المالي الماضي 2021، مقابل 17.2 مليار دولار نهاية يونيو 2020. وكشف البنك المركزي المصري في بيان صدر عنه أنه توزعت مدفوعات الدين الخارجي التي تم سدادها في العام الماضي بنحو 11.6 مليار دولار إقساطا من أصل الدين، و 4.1 مليار دولار قيمة الفوائد. أشار البيان إلى أن المركزي قام بسداد 4.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام مارس ويونيو 2021، و 3.6 مليار دولار في الربع الثالث، و 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، و 4.8 مليار دولار في الربع الأول. المصدر معنا كان من صحيفة المال والأعمال، يعني شيء جميل جدا لما نشوف مصر بتسدد ديونها. ده يعني بيرفع الحد الائتماني. يعني مثلا هقول لك مثال بسيط: لو مصر حبت انها تاخد قرض من اي دولة، الدولة اللي هتديك القرض دي هتبص على تاريخك الائتماني وتاريخ يعني الديون اللي انت خدتها وسددتها. فلما تشوف ان مصر بتسدد فلوس، لا ده طبعا شيء جميل جدا وثقة كبيرة، وطبعا هيبقى شيء مهم جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل مأساوية: قصة كاملة لانهيار سقف مدرسة على رؤوس التلاميذ. تسبب انهيار سقف إحدى مدارس محافظة البصرة الغنية بالنفط ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الحادث أدى إلى إصابة عدد من التلاميذ. ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه رجل بجانب أحد التلاميذ وهو يشير إلى السقف المنهار في مدرسة التلاحم الواقعة في ضواحي قضاء الدير التابعة لمحافظة البصرة. وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة. وتقع البصرة في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب، وهي المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا إن شاء الله يشفي الطلاب اللي سقط عليهم جزء من السقف، ربنا يشفيهم بإذن الله ويقومهم بالسلامة. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.